بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بنا على الحبيب النبي، وتعالوا نتعلم درس جديد النهاردة بإذن الله تعالى. في الدرس بتاع النهاردة هنتعلم قوانين الجبر بول، وهنتعلم إزاي نحل أي مسألة باستخدام قوانين جبر بول. تمام، قبل ما نبدأ في الدرس بس عايز منك حاجتين. أول حاجة تصلي على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني حاجة عايزين نعرف ليه احنا بندرس قوانين جبر بول، هنستفاد ايه من الكلام دوت اصلا؟ هنستفاد، بص يا سيدي، الاول عندي معادلة زي كده علشان اعملها ديزاين هتحتاج مني بوابات منطقية كتير. فبالاخر يعني قوانين جبر بول ديت عبارة عن ايه؟ طريقة بستخدمها في اختصار المعادلات، يعني بختصر المعادلة ديت تطلع لي المعادلة بالشكل ده. وفرت في عدد البوابات المنطقية، وفرت في التكلفة، وفرت في البار، وفرت فين؟ في السرعة بتاعت الدايرة هتكون سريعة جدا. تمام، فدي بالنسبة لإيه؟ قوانين جبر بول بندرسها ليه. تعالوا بقى ناخد إيه القواعد بتاعت إيه جبر بول. أول قاعدة عندي قاعدة النفي دي قاعدة مهمة جدا. بتكون إزاي؟ لو أنا عندي إيه دبل داش هتساوي إيه، ولو عندي إيه تريبل داش، تريبل يعني تلاتة داش يعني. بص يا سيدي، في حالة عدد الداشات الزوجي الداش بطير، يعني ايه دبل داش؟ الداشات هتطير، هتبقى لي ايه؟ لو كان ايه أربعة داش الداشات كلهم هيطيروا، هتبقى لي ايه برضو؟ ستة هيطيروا، هتبقى لي ايه؟ طب لو فردي تريبل داش أو واحد داش أو خمسة داش، لا هيتبقى لي داش واحدة. فأنا كده قاعدة عامة كده، في الزوجي الداشات بتطير، في الفردي لا بيتبقى لي داش واحد في الاخر. دي قواعد ايه النفي. قواعد الجمع، لو انا مثلا عندي ايه زائد صفر هيساوي كام، ولو عندي ايه زائد واحد هيساوي كام، ولو عندي ايه زائد ايه هيساوي كام، ولو عندي ايه زائد ايه داش هيساوي كام. ايه زائد صفر؟ اي حاجه زائد صفر بكام؟ بنفس الحاجه اللي هي ايه، اللي هي ايه. ايه زائد واحد؟ اي حاجه زائد الواحد بكام؟ هتقول لي بايه؟ بواحد وزائد الحاجة. لا، هنا في القواعد جبر بول اي حاجة زائد واحد، خدها قاعدة عامة كده، اي حاجة زائد واحد بواحد، اي حاجة ان شاء الله يكونوا مليون حاجة بواحد. تمام، ده بايه زائد ايه بايه، ايه زائد ايه بايه. ما ينفعش حد يقول لي اتنين ايه، لا هنا ما فيش حاجة اسمها اتنين ايه. دي دوت ايه قوانين جبر بول مش رياضة دي. تمام، طب ايه زائد ايه داش؟ ايه زائد ايه داش؟ معنى ان في واحدة اسمها ايه وواحدة اسمها ايه داش، يعني معنى ان في واحدة واحد واحدة فيهم بواحد وواحدة فيهم بصفر. ان هنا بواحد وهنا بصفر ما يفرقش معايا، فمعناها ان انا بجمع واحد زائد صفر، فواحد زائد صفر بكام؟ بواحد. دي بالنسبة لقواعد الجمع. تمام، قواعد الضرب نفس القواعد، بس هنشيل علامة تحت الجمع ونحط علامة الضرب، يعني هتبقى ايه في صفر بكام، وايه في واحد بكام، وايه في ايه بكام، وايه في إيه داش بكام. ايه في صفر؟ اي حاجه في صفر بكام؟ في صفر معروفه طبعا. طب ايه في واحد؟ اي حاجه في واحد بايه؟ بنفس الحاجه بايه، بايه. تمام. طب ايه في ايه؟ بايه. محدش يقول لي ايه تربيع، لا ايه في ايه بايه. تمام، طب ايه في إيه داش؟ انا بقول ايه في داش او بي في بي داش، معنى ان في واحده فيهم بواحد وواحده فيهم بصفر، هنا بواحد وهنا بصفر ما يفرقش معايا، يعني اكني بضرب واحد في صفر، واحد في صفر بكام؟ بصفر. تمام، دي بالنسبه لقواعد الضرب. رابع حاجه معانا خاصيه اسمها خاصيه الابدال، ودي من قواعد الرياضه العاديه. لو انا مثلا بجمع ايه زائد بي، ما هي بي زائد ايه، فرجت في حاجه ما فرجتش في حاجه، 3 زائد 4 ب 7، و4 زائد 3 برضه ب 7، مفيش أي اختلاف. تمام، وكذلك في الضرب، لو A في B برضه هتساوي B في A، 3 في 4 هي بتساوي إيه؟ 4 في 3، مفرقتش في حاجة. دي بالنسبة لخاصية الإبدال. خامس حاجة معانا خاصية اسمها خاصية التوزيع. بص يا سيدي، لو عندي إيه مضروبة في قوس B زائد C هتساوي إيه؟ ولو عندي ايه زائد بي مضروب في قوس
بي مضروب في سي، تمام؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضرب الاي مره في البي والاي مره في السي، يعني هتبقى اي بي زائد اي سي. دي خاصيه التوزيع. ده بالحاله التانيه بقى، ديت الحاله التانيه بقى دي بنقول عليها سبيشال كيس، بعملها في قوسين، تمام؟ بص يا سيدي، هنا اعتبر دي كان قوس هنا وقوس هنا، هنا كان جمع عشان اللي جوه القوس كان جمع، هنا جوه القوس ضارب طب هنا ضرب، هنا ضرب عشان اللي بره ضرب، اللي بره جمع طب هنا جمع وهنا جمع، طب هنا ايه وبي، يعني ايه زائد بي، تمام؟ هنا ايه وسي هتبقى ايه زائد سي، معلش حصل تداخل يعني، تمام؟ دي بالنسبة لخاصية الايه التوزيع. طب خاصية التجميع، خاصية التجميع دي عبارة عن ايه؟ لما بقول لك ايه زائد بي زائد سي، ما انا ممكن اروح اعمل ايه زائد بي اعملهم في قوس واللي يطلع يجمعه على سي، وكذلك في الضرب لو ايه في بي في سي ممكن اروح اعمل نفس الحكايه، الاي في البي ضربهم في بعض واللي يطلع اروح ضربه في السي، ما غيرتش حاجه، هي هي نفسيه، تمام؟ دول كده يعتبر قواعد رياضه عاديه ما فيهمش اي اختلاف، اما هم دول قواعد جبر بول ورول. قاعده مهمه جدا بنسميها قاعده العفريت. بص يا سيدي، لو انا عندي ايه زائد اي داش بي، اي زائد اي داش بي، البي ديت عامله لي مشكله، عامله لي مشكله وعايز اخلص من الاي داش او من الاي، تمام؟ ما بحبش هني يكون معايا اي واي داش، انا عايز اخلص من واحد منهم، وعايز يعني عايز من الاخر يتبقى لي حاجه مع البي، يا اي مع البي يا اي داش مع البي، تمام؟ اخلص منهم ازاي؟ لو ضربنا الاي ديت في واحد اثرت في حاجه؟ لا، هي هي زي ما هي، ما احنا قلنا واحد في حاجة بإيه؟ بنفس الحاجة، ومش احنا قلنا إن إيه زائد واحد بواحد، يعني ممكن أشيل الواحد دوت وأحط مكانه إيه مضروبة فين؟ واحد زائد البي زائد الإيه داش بي، تمام؟ وأرجع أضرب الإيه في الواحد بإيه والإيه في البي بإيه بي، تمام؟ وليت هتنزل زي ما هي A داش بي. ايه اللي انا استفدته من كده؟ استفدت ان انا ظهرت ال A وال A بي مع بعض، هقدر اخد من هنا ومن هنا ليه عامل مشترك، تمام؟ طيب، لو خدت ليه عامل مشترك هتبقى لي واحد زائد بي، تمام؟ طيب، لا مش هناخد ليه عامل مشترك، ليه بقى؟ لان انا اصلا عايز الايه، انا عايز اخلص من الاي داش دي، فهخلص منها ازاي؟ هاخد البي هي اللي عامل مشترك، البي عامل مشترك، لو خدنا البي يعني مثلا الاي دي هتنزل زي ما هي اللي في الاول، هاخد بقى من الترمين دول، الترمين دول مشترك بينهم البي، البي عامل مشترك هيتبقى ايه الايه زائد الاي داش، تمام؟ الايه زائد الاي داش، ايه زائد الاي داش بكام؟ بواحد، يعني معنى كده ان دي بواحد، فتبقى لي في الاخر حل البتاع ديت ايه؟ ايه زائد بي. اسف بس الحته دي حصل مني لخبطه فيها، اسف غصب عني، تمام؟ فهو اللي فيها انا عايز اخلص من الايه ومن الاي داش، فبروح ضارب في ايه؟ واحد زائد الترم اللي هو الايه؟ اللي ظهر مره واحده ده اللي هو البي، تمام؟ النظرية رقم 8 نظرية بنسميها نظرية دي مورجان، نظرية مهمة جدا في منتهى الخطورة. لو عندي ايه زائد بي وعليهم داش، ولو عندي ايه ضد البي وعليهم داش، انا عايز اجزئ الداش دوت على الحاجتين، على الايه وعلى البي. بص يا سيدي، عشان اجزئ الداش دوت بتروح عامل ايه؟ بتروح منزل مثلا الايه زي ما هي والبي زي ما هي وتنزل الداش، وهنا نفس الحكاية، قسمنا الداش وزعناها على الاثنين، بس بشرط الجمع احاوله لضرب والضرب احاوله لجمع. دي نظرية دي مورجان، سهلة جدا جدا جدا، بوزع الداش والجمع بحاوله لضرب والضرب بحاوله لايه؟ لجمع. دي بالنسبة لقوانين جابر بول. هناخد بس ملحوظتين وبعد كده معانا 7 أمثلة هنبدأ نحلهم إن شاء الله، تمام؟
المحصول الاولى حاجه اسمها متمم الداله. لما يجي يقول لك هات لي متمم الداله، يعني ايه متمم الداله الوقت؟ يعني من الاخر حط لي داش على الواي وداش على الطرف الثاني، يعني كأني في المعادلات الرياضيه ضربت هنا في واو في 5 وضربت الناحيه الثانيه في 5، تمام؟ فمتمم الداله لما اجيب نفي الداله، وبعد ما بعمل كده بروح موزع الايه الداش على الطرفين على الحاجتين اللي جوه، هوزعه على الايه وهوزعه على البي سي، تمام؟ واغير الجمع خليها لايه لا ضرب. بعد كده هنزل زي تاني، ارجع اوزع الداش دوت على البي وعلى السي، يعني على البي وعلى السي، هنا بينهم ضرب، طب هنا بينهم جمع، تمام؟ ادي متمم الداله. فمتمم الداله ما هو الا ايه؟ نفي الداله. بحط ودوت بقى في الاخر بنسميه ايه؟ هو الواي ايه؟ داش، تمام؟ دي الملحوظه الاولى. الملحوظه الثانيه وديت مهمه جدا عشان مش هنعملها في المسائل، يعني هي هنروح نطيرينهم مع بعض على طول. لما يكون عندي مثلا اف بيساوي اي بي زائد اي بي، معنى كده اللي فيه ثيرم مكرر، الاي بي دي مكرره مرتين. فلو جينا عشان هنقول اثباتها الاول، لو خدنا الاي بي عامل مشترك هيتبقى واحد زائد واحد، تمام؟ واحد زائد واحد في واحد، فواحد في اي بي بي بي، تبقى من الاخر الاف هتساوي ايه؟ اي بي. خلصت الموضوع دوت. لما تلاقي ترم مكرر، ترمين مكررين او ثلاثه مكررين بس يكونوا بنفس بعض بالظبط، كنسل الباقي وسيب واحد بس، يعني نروح نكنسل الاي بي. طب افرض مثلا الاف كان بتساوي اي بي داش داش زائد اي بي داش زائد ايه داش بي داش، تمام؟ مكررة ثلاث مرات، كنسل اثنين وخد واحد بس، يعني في الاخر هتقول الاف بتساوي ايه اي داش بي داش، تمام؟ ركز في الملحوظه ديت عشان مش احنا في المسائل هنقعد نعملها ايه على طول، لا هنروح نطيرها على طول، تمام؟ فاحنا اثبتناها اللي احنا بناخد عامل مشترك، فبيبقى لنا واحد زائد واحد زائد واحد بيطيروا مع بعض في الاخر، تمام؟ دي بالنسبه للملحوظه. تعالى بقى نبدا في المسائل سبع امثله، وان شاء الله مش هياخد وقت ان شاء الله. المثال الاول انا معايا ايه؟ الاف بتساوي a زائد ab. لو انت ملاحظ في مشترك هنا ايه ومشترك a، فدايما انا عايز اخد الحاجه اللي اخدها مشترك تكون موجوده في ترم لوحدها، زي الايه كده الاي دي، تمام؟ موجوده لوحدها في الترم ده، تمام؟ ومتكرره بعد كده مع اي حاجه معاها مش هتفرق معايا، بس دايما انا بحاول اخد المشترك يكون موجود في ترم لوحده، بحيث لما ياخده يتبقى له واحد فيطير ايه الباقي. فاحنا هنا لو خدنا الايه مشترك عامل مشترك هيتبقى له واحد زائد بي، فواحد زائد بي بكام؟ بواحد، اي حاجه فوق زائد واحد بواحد، واحد في ايه؟ بي، تبقى الاف هتساوي كام؟ ايه ده حل المساله. المساله اللي بعديها الاف بتساوي ايه بي زائد ايه بي داش. برضه هنلاحظ حاجه ان الايه مشتركه بين الناحيتين، لو خدنا الايه عامل مشترك هتبقى مين؟ بي داش بي زائد بي داش، اسف بي زائد بي داش، اي زائد اي داش، يعني واحدة فيهم بواحد واحدة فيهم بصفر، هيديني كام؟ هيديني واحد برضو، واحد في اي بي، تبقى الحالة هيطلع ايه؟ اي برضو نفس الحكاية، تمام؟ المثال التالت، الاف بتساوي اي قوس مضروبة في اي داش زائد بي، هنوزع الايه؟ هنضرب الاي مرة في الاي داش والاي مرة في البي، يعني الايه؟ الاف هتساوي اي اي داش زائد اي بي، اي في اي داش بكام؟ يعني هو بضرب واحد في صفر بكام؟ بصفر. تبقى حل المسألة دي الاف هتساوي ايه؟ ايه بي. شوف الكلام حلو ازاي؟ هنبدأ نخش على المثال اللي بعده. المثال رقم أربعة، الاف بتساوي ايه بي زائد بي سي قوس بي زائد سي. عايز أخلص من القوس دوت، هضرب البي سي مرة في البي ومرة في السي، يعني الاف هتساوي ايه بي زائد بي سي في البي، تبقى بي بي سي زائد بي سي في السي بي سي سي، في حاجتين مكررين يعني هكنسل سي وهكنسل بي، يعني الاف هتساوي اي بي زائد بي سي زائد بي سي. لو انت ملاحظ ايه المشترك هنا؟ قبل ما نشوف المشترك، في ترمين مكررين البي سي والبي سي، قلنا لما نلاقي حاجتين مكررين هنكنسل واحد منهم، يعني الاف هتساوي اي بي زائد بي سي. في حاجه ينفع اكون عامل مشترك البي، الاف هتساوي بي، هيتبقى هنا الايه، هيتبقى خدنا البي عامل مشترك من هنا اتبقى الايه، خدنا البي عامل مشترك من هنا اتبقى السي، تمام؟ ودلوقتي حل الايه المساله، كلام سهل جدا 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 ومنطقي، تمام؟ المثال اللي بعده اي اي، فالاي مكرره مرتين كنسل واحده،
تمام، تبقى الاف هتساوي a زائد a c زائد a b زائد b c. لو انت ملاحظ ال a مكررة هنا مكررة هنا مكررة هنا مكررة هنا لوحدها، يعني ده حاجة حلوة هتطير لي ده كله في الآخر. فلو خدنا ال a عامل مشترك هيتبقى من هنا واحد، وهيتبقى من هنا c، وهيتبقى من هنا b، وديت هتنزل زي ما هي b c. واحد زائد أي حاجة بواحد، واحد في ايه؟ ب ايه؟ زائد مين؟ بي سي. دوت حل المثال ده. المثال اللي بعده اي بي زائد اي قوس بي قوس، عايز اخلص من القوسين دول. الاف هتساوي اي بي زائد اي اي زائد اف سي زائد بي في اي، يعني هي اي بي زائد بي في سي. تمام، ال A ديت مكررة مرتين، كنسل واحدة منهم. تمام، ال A B مكررة هنا وهنا، كنسل واحدة منهم، كنسلنا دي صف كده. هتبقى ال F هتساوي A B زائد A زائد A C، دي كنسلناها، زائد B C. لاحظنا هنا ال A هنا موجودة وال A موجود وال A هنا موجود، وال A هنا موجود لوحده فهيبقى لي واحد، فهيطير لي ايه؟ ده كله. فلو خدنا ال A عامل مشترك هيتبقى، لو خدنا ال A من هنا هيتبقى ال B، خدنا ال A من هنا هيتبقى واحد، خدنا ال A من هنا هيتبقى ال C، وديت هتنزل زي ما هي ب C. تمام، واحد زائد أي حاجة بواحد، واحد في ايه؟ ب A زائد مين؟ ب C. دي حل المسألة دي. باقي مثال واحد وتبقى انتهى الدرس. المثال الأخير ودوت مهم جدا، لأن المثال دوت يعتبر لامم جميع الأفكار، ولام جميع القواعد يعتبر يعني، فمهم جدا يعني. هو حاله طويل شوية بس مش صعب، لذيذ. هو عملنا هنعمل فيه كل الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده، مش هنعمل حاجة جديدة يعني. تمام، هو معتمد على نظرية دي مورجان، اللي أنا عندي داش هنا على السي دي، وداش على الحتة ديت، وداش على المعادلة كلها. فلما ابدا احل انا عايز اخلص من الداش الكبيره ديت اللي هي الايه دي، عايز اوزعها عشان ابدا ايه اقلل من الداشات ديت وابدا ابسط المايل. عايز اوزعها على كده على الزائد دي، عايز اوزعها على الجزء ده واوزعها على الجزء ده. فلو جينا قلنا الاف هتساوي سي دي زائد اي، ماشي، وهنا سي داش دي زائد اي داش، وديت هتنزل زي ما هي، الداش دي زي ما هو، والداش دوت ايه زي ما هو. فهنوزع الداش الازرق دوت هنا وهنا، وديت كان جمع هنخليها هنا ايه ضرب. تمام، وديت في قوس لوحدها عشان اللخبطة، وديت في قوس لايه لوحدها. داش مع داش، احنا قلنا لما يكون على داشات زوجي بيطيروا ايه بعض، فالداشين دول هيطيروا مع بعض. تمام كده، تبقى دي اول ايه حاجه معانا. نرجع نبسط المساله شويه، هتبقى سي دي وعليهم داش، تمام، زائد ايه، تمام، وسي. ولو وزعنا بقى، تعالى نوزع الداش دوت بالمره. تمام، هنوزعه كده وكده، وديت جمع هنخليها ضرب، والقوس دوت زي ما هو، والقوس دوت زي ما هو. تمام، داش مع داش هيطيروا بعض. تمام، بجيلي عايز اوزع الداش دوت واوزع الداش ده. تمام، لو جينا قلنا سي ودي هنا ضرب، وزعنا عليهم الداش، الداش دي توزع عليهم، دي ده ضرب خليناها جمع، زائد مين؟ الايه زائد دي زائد، اسف، زائد اللي ايه دوت القوس دوت كده ايه يعتبر خلصان. القوس الايه الاخير، انا عايز الوقت سي والدي، عايز اوزع عليهم الداش الكبير ديت على داش السي لوحده. فوزعنا هنا داش ووزعنا هنا داش، دي ضرب بينهم خليناها جمع. تمام، ودي مضروبه فين؟ في مين؟ في الايه. تمام، فيعتبر دي ايه عليها قوس، دي داشين هيطيروا بعض. تمام، فلو جينا كتبناها بقى تبقى سي داش زائد دي داش زائد ايه، ماشي، مضروبة في مين؟
داشين طياره بعد سي زائد دي داش على قوس مضروب في مين في الاي. عايز ادخل الاي جوه هنا، يعني تبقى اي سي في اي زائد اي دي داش. كده انا خلصت من القوس ده، القوس ده هينزل زي ما هو، سي داش زائد دي داش زائد اي. تمام، الكلام كله سهل جدا، مفهوش اي لخبطه يعني. تمام، عايز ابسط الدنيا اكتر، هاخد الاي سي دي هضربها مره في الاي ومره في الدي داش ومره في السي داش، وكذلك نفس الحكايه الاي دي داش هضربها مره في الاي ومره في الدي داش ومره في السي داش. تمام، فبعمل ايه؟ اكنه شغل رياضي يعني. فلو ضربنا الاي سي في السي داش هتطلع اي سي سي داش. تمام، زائد الاي سي في الدي داش هتبقى اي سي دي داش. تمام، زائد اي سي في الاي تبقى اي اي سي. تمام، زائد كده احنا خلصنا من دي، نبدأ نخش على دي. اي دي داش في السي داش هتبقى اي سي داش دي داش، زائد اي دي داش في الدي داش هتبقى اي دي داش دي داش، زائد اي دي داش في الاي هتبقى اي في الاي في الدي داش. لو عملنا اختصار كده بسيط، سي في سي داش بصفر، اي حاجه في الداش بتاعها بصفر، تبقى التيرم دي طار. تمام، دوت هيدانا زي ما هو، دوت اي اي سي طيرنا اي، اي سي داش دي داش زي ما هو، اي دي داش دي داش طيرنا دي داش، اي اي دي داش طيرنا اي مكرره. تعالى بقى نكتب الشكل المختصر شويه، هتبقى هنا اي سي دي داش. تمام، زائد اي سي زائد اي سي داش دي داش زائد اي دي داش زائد اي دي داش. تمام، اي دي داش واي دي داش مكررة، كنسل واحدة منهم. تمام، كنسلنا واحدة منهم. بعد ما كنسلنا واحدة منهم تعالى بقى نكتبها هنا عشان نبدأ نشوف هنختصر فيها ازاي. يعني هتبقى اي سي داش سي دي داش زائد اي سي زائد اي سي دي داش زائد اي دي داش. بص يا سيدي، حاجه كده نتعامل معاها ازاي في الاختصار؟ بص كده شوف الحاجه المشتركه بين دي وبين دي. المعرفة في الترم دوت اي سي وهنا اي سي. تمام، لو خدنا هنا الاي سي يعني المشترك هيبقى جالي دي داش زائد ايه واحد، زائد دي هتنزل زي ما هي، دي هنزل زي ما هم، اي سي داش دي داش زائد اي دي داش. تمام، دي داش زائد واحد بواحد، واحد في سي بي سي، طب اي سي زائد اي سي داش دي داش زائد اي دي داش. هنا ايه المشترك بين دي وديت؟ الاي داش الاي والاي دي الاي الاي دي داش وهنا الاي دي داش مشتركين. فلو خدنا الاي سي هتنزل زي ما هي، وهناخد الاي دي داش عامل مشترك، هتبقى لي من هنا سي داش، هتبقى لي من هنا الواحد، الاي سي داش زائد واحد بواحد. فالاختصار هتبقى لي اي سي زائد ايه اي دي داش. لو خدنا الاي عامل مشترك هتبقى لي اي اي عامل مشترك هتبقى لي سي زائد دي داش. تمام، دي الاف وده حل النهائي بتاع المساله. الكلام سهل جدا، انت ممكن تحس ان هو صعب، بس والله الكلام سهل، بس محتاج تركيز بس، وتطبق بايدك وتحل بايدك، لان لو ما حلتش بايدك هتخش تتفاجئ في الامتحان. تمام، وتبدا تركز على الحاجه المشتركه، الحاجه اللي هي ايه موجوده في ترم مره واحده، ان انا لما اخد عامل مشترك هيتبقى لي واحد عشان يبدا ايه يطير لي. تمام، هذا الدرس كان من اعداد تقديم المهندس محمد عبد البري اسماعيل من قناه ام بي واي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم التوفيق لي ولكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.